من أعلام الناس حفظوا ديننا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة في 4 سنة حفظ القرآن، 4 سنة حفظ القرآن، حفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. بنته لما جاها مروان بن عبد الملك لا يزوج له، قال له حافظ كتاب الله؟ قال له ما حافظ كتاب الله، لا بديك ليه. هسي كان انت عندك عربيه سمحه كده وقفت قدام زول زيارتك للبنكو قلت له كده بيدوك ليه، زيارتك للبنكو قلت له كده بيدوك ليه. لكن زول حافظ قران ولا حافظ دين ما شغالين بالشغله دي، لانه شغالين بالدين، شغالين بالمظاهر. يا جماعه حاجتك انت موجوده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نذر الله امرئ غام من الليل فصلى ثم ايغز زوجته، قال لها قومي تصلي نسأل حاجتك، قال في السماء رزقك وما توعدون، قال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تغنطوا من رحمه الله. حس الزول لو انت تركت الباب دقيته كثير حيفتحوا لك. الله عز وجل قال: اذا سالك عبادي عني فاني غريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يا خالق عني تمالك لو فقدت الملح حصل الله عز وجل. الله ما حارمك يا جماعة، الله ما حارمنا، نحن حارمين نفسنا برانا، نحن حارمين نفسنا برانا، إنه ما بنسأل الله عز وجل. يومياً النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا في السلسة الأخير بينزل، يقول هل من طالب؟ هل من داعي؟ هل من مستقبل؟ يقول لير حاجة؟ ما دايرين انت، والله ما دايرين. لو داير حاجة بتطرق باب الله. الله عز وجل ما بيدي دعوة دي ما بتروح صفر، يا إما تنداك ليها، يا تدخل عليك، يا داك لي عافية، أصلا ما بيحرمك. لكن المحروم منه أن ما بيسأل الله عز وجل. يا جماعة أنت الله بيقول لك رزقك لسه منتهي، مالك أنت؟ أنت ما نشتكي كده يا أخي. إحنا ما نشتكيين كده يا جماعة، أقوم من الصباح هم من الدنيا. الدنيا دي ما تجعل أكبر، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. يعني أنت ابقى مصيرك لأن همك شنو داير؟ أنا داير شنو من الدنيا دي؟ الدنيا دي يا جماعة ما فيها فايدة للزول، والله لو فيها فايدة أقول أن المغابر ودي قدامك. بس أنت حتمشي المغابر؟ هاي بتمشي المغابر، معناتها أنت يعني ما عندك حاجة. هم الدنيا دي كله ما تشيله منك، شيله من راسك، تبقى عملك حاجة للآخرة. يعني كده يا جماعة نحن بنذكر الناس وبنعالج مشاكل، مشاكل عانت منها الناس، عانت منها أخوتنا، عانت منها أمنا. ليه؟ من بعدهم عن الدين. الناس زين، الصحابة والسلف الصالح لما خدموا الدين ده الله خدمهم، جاب لهم الدنيا رغبة، جاب لهم الدنيا رغبانة براجع. يا زول ما يكون هم الدنيا، هم يرضي الله عز وجل. لو ربنا رضى عنك يرضى عنك المجتمع كله، ويرضى عنك أي زول، حتى الملائكة ترضى عنك. ربنا يباهبنا، ربنا يباهبنا الملائكة، يباهبنا الملائكة. ولا خا شوف العبادين اللي بيغيموا الليل، حسد هذا غيم الليل منه إلا من رحم الله. يعني الزول اللي بيغيم الليل بيغيموا في شنو؟ في مسلسلات وفي افلام، في كلام للدنيا ما للاخره. لكن يا جماعه حاجتك انت موجوده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نذر الله امرئ غام من الليل فصلى ثم ايغز زوجته، قال لها قومي تصلي نسال حاجتك، قال في السماء رزقك وما توعدون. قال يا السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.